ما لك يا عائشة تبكين ولم الدموع؟ قالت يا رسول الله تذكرت يوم القيامة. يا رسول الله تذكرت يوم القيامة، هل تذكرون أهليكم يا رسول الله يوم القيامة؟ هل يذكر الرجل زوجته؟ هل ستذكر عائشة يا رسول الله يوم القيامة؟ هل الرجل يتنبه لزوجته وأبنائه؟ هل يتنبه الرجل للزوجة؟ هل تذكرون أهليكم يا رسول الله يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة، أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. ثلاثة مواطن يا عائشة، ما أحد يذكر أحد، ما أحد يلتفت إلى أحد، ما أحد يتنبه إلى أحد، أما في ثلاثة مواطن يا عائشة فلا يذكر أحد أحد. قال يا عائشة عند الصراط حتى يعلم العبد هل يجتاز الصراط إلى الجنة أم يسقط في النار. يا عائشة يا عائشة، وعند تطاير الصحف حتى يعلم العبد هل يأخذ كتابه باليمين أم بالشمال. يا عائشة، وعند الموازين، وعند الموازين حتى يعلم العبد هل يثقل ميزانه بالحسنات أم يثقل بالسيئات. وأنس رضي الله عنه يقول يا رسول الله أطلب منك أن تشفع لي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم أفعل يا أنس. قال إذن يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ أين أجدك؟ أعطيني موعد لهذه الشفاعة، أين أجدك؟ أين أطلبك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال يا أنس أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. ماذا يفعل يا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام عند الصراط الرؤوف الرحيم؟ ماذا يفعل؟ يقف عند الصراط، كلما مر رجل من أمته دعا له وقال يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، يشفق على أمته. قال تجدني عند الصراط، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.